علي منفرد الآن ضد اللاعب جورج هرناندو. جورج هرناندو وعلي منفردي هو بطل الأمس كأس الماستر 1. ونزول في الجارد سريع. وي نزول سريع في الجارد. هي حركة رائعة جدا. هذه سويب. هذه سويب. نعم سويب ونقطتان. سويب ونقطتان بكل ذكاء وروعة للاعب علي منفردي. وهو الآن في وضعية تريانجل. هو الآن في وضعية تريانجل. وأعتقد سيحصل على الإخطاء. أعتقد سيحصل على الإخطاء. الحركة محكمة. الحركة محكمة. يعني أقدر أقول محكمة 70%. ما أستطيع أن أشاهد الذراع اليمنى الخصمة. طبعا بتكون خطيرة إذا كانت ركبة الركبة اليسرى للاعب علي منفردي قريبة جدا من الإذن اليمنى لخصمه. في هذه الحالة نعم يكون الإحكام 100%. هنا الآن أعتقد في فراغ شوية اللاعب يستطيع أن يتحكم به، لكن هذه تعتبر حركة جميلة للحفاظ على الفوز إلى نهاية النزال. لم تكن هناك لا أعتقد صعب. وهذه جلاتين. جلاتين بالأمس فاز بالجلاتين. هل يتمكن اليوم بالفوز بالجلاتين؟ ومرة أخرى ثلاثة مقابل لا شيء. ثلاثة مقابل لا شيء. وهذه هنا نقطتان. لماذا؟ نعم نقطتان سويب. نعم نقطتان سويب. لأن رجع إلى وضعية الجارد عندما قام بالإمساك بالجلاتين. واو توقعت أن يكون في باس جارد. لا كان رجوع من هذه هنا الباس. نعم هذه هنا الباس. ثلاث نقاط. الآن أيضا هو لا يزال ممسك بجلاتين. أعتقد هل هي جلاتين أم لوبتشوك؟ انتقالية جميلة إلى الماونت. انتقالية رائعة إلى الماونت. انتقالية رائعة. نعم أربع نقاط. انتقالية رائعة ولا يزال ممسك بالجلاتين أو باللوبتشوك لا أعلم. صعب أن أشاهد أين هي يده اليمنى. اللوبتشوك أعتقد ستكون في هذه الحالة أخطر من هذه جلاتين. هذه محكمة. وهل حسب له؟ هل حسب له جارد مرة أخرى؟ 16 مقابل لا شيء. 16 مقابل لا شيء. أنا بصراحة خلاص بطلت أعد. جورج هرناندو يعاني ضد اللاعب علي منفردي. وهذا هنا مرة أخرى تكملها أفضلية إخضاع. وهذه مرة أخرى جلاتين. نعم بالإخضاع. نعم كان يسبقها أفضلية. خلاص حتى الحكم موقف العد. بالإخضاع جلاتين. رائع جدا هذا اللاعب علي منفردي. مبروك أعتقد وصوله إلى نصف النهائي.